أخبار اليوم. أهلا بكم معنا في أخبار اليوم ونشرة فنية جديدة هنتكلم فيها عن أهم الأحداث للفن والفنانين. راغب علامة يستريح بالقاهرة قبل سفره تونس لإحياء حفل رأس السنة. مصطفى شعبان يتزوج من هندية ويثير غيرة الرجال في فيلم جوز هندي. أحمد السقا ومنى زكي يبدأان تصوير من 30 سنة في شوارع وسط البلد. عابد فهد ومحمود ياسين ولبنى عبد العزيز نجوم فيلم في يوم من الأيام. أحمد عبد العزيز قيمة درامية والسخرية منه وقاحة فيسبوكية. قرر السوبر ستار راغب علامة أن يأتي إلى القاهرة ويستريح بها عدة ساعات وذلك قبل سفره إلى تونس لإحياء حفل غنائي كبير بمناسبة ليلة رأس السنة. على أن يعود راغب مرة أخرى إلى القاهرة في اليوم التالي مباشرة لرأس السنة ومنها إلى مدينة شرم الشيخ لإحياء حفل غنائي هنا يوم 1 يناير 2016 بأحد الفنادق الكبرى، وهو الحفلة المقرر أن تشارك فيها النجمة اللبنانية هيفاء وهبي. بعد غياب 5 سنوات عن السينما يعود الفنان مصطفى شعبان بفيلم جديد يحمل اسم جوز هندي. قصة الفيلم تدور حول شاب اسمه شريف ويجسدها مصطفى شعبان، يسافر إلى الهند ويقع في الحب ويتزوج من امرأة هندية ويعود معها إلى القاهرة. الفنان أحمد السقا يبدأ تصوير فيلمه الجديد من 30 سنة بصحبة الفنانة منى زكي بعد غد الأربعاء في شوارع وسط البلد، حيث فضل فريق العمل أن تكون بداية التصوير بالمشاهد الخارجية على أن يتوقف التصوير عقب ذلك اليوم للاحتفال بعيد الكريسماس، وبعد ذلك يستأنف التصوير يوم السبت الموافق 2 من شهر يناير المقبل. كشف السيناريست وليد يوسف عن نجوم فيلمه الجديد في يوم من الأيام الذي انتهى من كتابته وسينتجه حسين القلة قائلا: لقد تعاقدنا مع النجم السوري الكبير عابد فهد بالإضافة للفنانين الشباب حمزة عيلة وأحمد حاتم وعمر عابد وكريم قاسم وياسمين صبري، وسيكون النجم القدير محمود ياسين والنجم القدير لبنى عبد العزيز مشاركين في الفيلم أيضا كضيوف شرف. تحولت مشاهد الفنان أحمد عبد العزيز نجم نجوم الدراما التلفزيونية في نهاية الثمانينيات وفترة التسعينيات لمادة سخرية واستهزاء وتهكم على الفنان الكبير وأداءه الدرامي في المسلسلات التي قدمها. وأسرة الوقاحة برواد مستخدمي موقع فيسبوك الذين لا عزيز لهم وليس لهم أي هدف سوى الضحك الرخيص وتزايد عدد الإعجاب والتعليقات والنشر على ما يتم نشره إلى تحويل المشاهد الدرامية المؤثرة التي كنا نشاهدها ونتأثر بها إلى مادة سخرية بعد تركيب كلام مختلف من الحوار عليها يتحول لمشهد كوميدي. ومن المؤكد أن الأجيال الجديدة التي لم تشاهد تلك الأعمال سيصل إليها انطباع بأن هذه الأعمال القيمة كانت ساذجة مما أثار غضب الفنان أحمد عبد العزيز، فيجب على الأجيال القادمة احترام الأجيال السابقة ونكمل المسيرة الفنية والتعلم مما سبق ليس الاستهزاء به. وبكده بتكون انتهت نشرتنا الفنية، كانت معكم وجيدة عبد اللطيف في أخبار اليوم.